هذه قصة طبيب جزائري رفرف علمه في سماء أمريكا. هو عالم من خيرة العلماء العرب الذين لمع نجمهم وتألقوا، نبغ في علم التصوير الطبي وسجل 8 براءات اختراع. هو رئيس أكبر مركز طبي في العالم لمدة 7 سنوات، احتل مكانة لم يصل إليها أي عربي قبله. إنه ابن مدينة تلمسان، البروفيسور إلياس زرهوني. ولد إلياس في 12 أفريل 1951 بندرومة في مدينة تلمسان بالجزائر. كان والده محمد أستاذاً لمادة الرياضيات. نشأ في أسرة تحب العلم وتحرص عليه. درس في ثانوية الأمير عبد القادر بالجزائر العاصمة، ثم التحق بجامعة الجزائر ونال شهادة الدكتوراه في الطب العام 1975. تحصل إلياس على منحة لمتابعة الأبحاث في الخارج، وكان عليه أن يختار بين السويد أو فرنسا أو أمريكا، لكنه فضل أمريكا على فرنسا لأنها البلد المستعمر رغم مهارته باللغة الفرنسية. استشار إلياس زرهوني عميد كلية الطب في الجزائر عن أفضل جامعات أمريكا، فنصحه بجامعة هارفارد وهوبكنز. فغادر إلى أمريكا في 24 من عمره رفقة زوجته نادية، ولم يكن يتقن اللغة الإنجليزية وقتها، ولكنه تعلم على ضفاف الحل. لم يكن لديه وقت ليضيعه، وبدأ دراسته العام 1975 في جامعة جون هوبكنز تخصص طب الأشعة. هذه الجامعة المتخصصة في الأبحاث وتطوير العلوم تعد أكبر الجامعات العالمية في مجال الطب، والتي أصبح إلياس يدرس فيها. وفي عام 1978 قرر إلياس العودة إلى الجزائر لأنه لم يكن ينوي الاستقرار بأمريكا، وفضل العودة إلى حضن الوطن. لكنهم أخبروه بأن الشهادة التي تحصل عليها في الولايات المتحدة الأمريكية غير معتمدة بالجزائر، وأن عليه الخضوع لاختبارات جديدة. قربت عليك يا تساير، شحرت وحشت طراب، عقلي توضر فكري حير، في منامي ما بان خيال. قربت عليك يا تساير، شحرت وحشت طراب، عقلي توضر فكري حاير. في هذه الفترة شارك إلياس في علاج الرئيس الراحل هواري بومدين، ثم عاد إلى أمريكا وانتقل العام 1981 إلى كلية الطب في فيرجينيا الشرقية، حيث ركز اهتمامه في استخدام التصوير الإشعاعي كوسيلة للتشخيص المبكر للأمراض السرطانية، مع اعتماده على جهاز الماسح الضوئي سكانر. وبعدها عاد إلى جامعة هوبكنز حيث عين أستاذاً محاضراً العام 1992، ثم رئيساً لقسم الطب الإشعاعي العام 1996. وفي هذه الفترة نال 8 براءات اختراع عن مكتشفاته، ومنح الميدالية الذهبية للعلوم في أمريكا.
ويتمثل اكتشافه العلمي الأول في استعمال صور الماسح الضوئي سكانير لتحديد نسبة الكالسيوم في الأنسجة الحية للتعرف على طبيعة الأورام، وبذلك يكون أول عالم في مجال الطب على مستوى العالم يستخدم تقنية لم يسبقه إليها أحد. ولم يعد الأطباء بحاجة إلى أخذ عينات من الأورام عن طريق الجراحة. كما استعمل إلياس الصور الإشعاعية لتشخيص مرض ترقق العظام، واستطاع المساهمة في تحويل صور الماسح الضوئي العادية إلى صور عالية الدقة، وهو ابتكار مسجل باسمه أيضاً. كل تلك الإنجازات العظيمة وهو في العقد الثالث من عمره. انتخب إلياس زرهوني العام 2000 عضواً في معهد الطب في الأكاديمية القومية للعلوم، وفي سنة 2002 قررت الحكومة الأمريكية تعيين مدير جديد لمعاهد الصحة الوطنية، فرشحت لجنة البحث 3 أسماء من خيرة العلماء الأمريكيين، من بينهم إلياس زرهوني المستفيد من الجنسية الأمريكية من أجل مواصلة بحوثه. لكن جورج بوش لم يعجب بالأمريكيين مثلما أعجب بإلياس زرهوني، لأنه عصامي صنع نفسه بنفسه، شاب في 20 من العمر يسافر إلى أمريكا وهو لا يتقن لغتها ولا يعرف سوى بعض الكلمات ولا يملك من المال إلا القليل، لكنه استطاع أن يضع خطة للإصلاح الطبي في أمريكا. وبذلك عين إلياس زرهوني المدير 15 لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية خلفاً للدكتور هارولد إليو فارموس الحاصل على جائزة نوبل للطب، وهو تعيين رئاسي معزز بتزكية من مجلس الشيوخ. يعتبر إلياس زرهوني سابقة في تاريخ الطب، لأنه نجح في تغيير طريقة معاهد الصحة في دراسة العلوم، كما أوجد نظاماً قادراً على خلق تخصصات جديدة في علوم الكمبيوتر وعلم الجينات والطب السريري، وجعل العلوم الفيزيائية والرياضيات في خدمة علم الطب. كما وضع برنامجاً لتدريب العلماء الشباب في أمريكا، نجح هذا البرنامج نجاحاً باهراً دفعه إلى اقتراح قانون إصلاحي جديد العام 2006، وافق عليه الكونغرس الأمريكي. ولم يكن الناس ينتظرون سن قانون إصلاحي جديد بعد مدة طويلة تعود لأكثر من 62 سنة، أي منذ العام 1944. لكن القانون الإصلاحي الذي أتى به إلياس غير الطريقة التي تمارس بها العلوم في أمريكا. لخبرته البحثية قام إلياس زرهوني بتأسيس 5 شركات ناجحة في مجال الطب الحيوي والتكنولوجيا، نشر العديد من الأبحاث، وحصل على العديد من الجوائز في أمريكا وفرنسا وغيرها، منها وسام جوقة الشرف من الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي. وقد شغل زرهوني مناصب عدة، منها كبير المستشارين في جامعة هوبكنز ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية في ماريلاند، ويقوم بتقديم استشاراته في مجال العلوم والتكنولوجيا والقضايا الاستراتيجية لشركات اللقاحات والأدوية العالمية، ومستشار منظمة الصحة العالمية، ومستشار البيت الأبيض للشؤون الصحية وغيرها. وقد تم إدراجه ضمن 10 الأوائل من الشخصيات العلمية والعربية الأكثر تأثيراً في مجال العلوم والتكنولوجيا. تصدر مجلس حكماء الرئيس باراك أوباما، والذي عينه مبعوثاً للولايات المتحدة الأمريكية إلى العالم الإسلامي في مجال العلوم والتكنولوجيا، رفقة أحمد زويل وبروس ألبرتس. يرأس منذ سنة 2010 شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي للبحث والتطوير، وما زال يبذل جهوداً واضحة للارتقاء بصحة الناس وعلاجهم. But you might wonder, what does research and development really mean? Well, frankly, I have to tell you, it's one of the most difficult and yet the most enjoyable job in the world, because
I am with 10,000 other scientists here at Sanofi trying to find solutions for millions of patients. Our research and development develops vaccines who can save lives by the millions for children around the world. يؤكد إلياس زرهوني بأنه مسلم جزائري أمريكي وأن أمريكا التي تعترف بلغة العلم لم تنظر إليه على أساس الدين أو العرق وإنما على أساس العلم والكفاءة. أشاد الإعلام الغربي بإنجازاته ولم يوفه الإعلام العربي حقه ولم يسلط الضوء على نجاحاته إلا النزر اليسير. He was born in 1951. He got a bachelor's degree from the Lycee Amir Abdelkader School. He then went on to the School of Medicine in Algiers in 1975. صرح الدكتور إلياس زرهوني في لقاء تلفزيوني قائلاً: في اليوم الأول الذي أصبحت فيه مديراً العام 2002 وجهوا لي دعوة للذهاب إلى المكتبة قائلين إن لدينا هنا المكتبة الطبية الأولى في الولايات المتحدة، وأطلعوه على أقدم الكتب لديهم، وكان أقدم كتاب في أكبر مركز طبي في العالم بحروف عربية. وهو كتاب الحاوي في الطب للعالم المسلم أبو بكر الرازي، وهو الأمر الذي حرك الكثير من الأحاسيس المختلطة في نفسية العالم الجزائري، وقال بالحزن الممزوج: تساءلت كيف فقدنا تلك المعرفة، كيف فقدنا القدرة على أن نكون ذواتنا، وكيف فقدنا القدرة على توليد الأفكار والاكتشافات. كانت هذه قصة نجاح عالم جزائري فريد اسمه إلياس زرهوني.